الله والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الانبياء والمرسلين عبدك الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين صون النفس عن الفحشاء صون النفس عن الخناء الترفع عن معصيه الله ضبط النفس عندما تدعوها دواعي الشهوات امر لا يقدر عليه الا من وفقه الله سبحانه وتعالى اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي وخذي إلى الخير بناصيتي ضعف الإنسان أمام شهوته أمام نزعته أمام ما يستهويه من زخرف الدنيا وشهواتها وغرورها أمر خطير على عباد الله جل وعلا ولا ينجو منه إلا من عصم الله عصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن من الصفات الموجبه للاستظلال بظل عرش الرحمن جل وعلا يوم لا ظل الا ظله صفه الرجل الذي دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. يريد ان يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من صان نفسه عن هواها، ان من ردع شهوته، ان من راقب ربه، ان من خشي الله حيث ينسى الله استحق ان يظله الله بظله. استحق ان يقربه الله مع احبابه استحق ان يكون عبدا لله خالصا استحق ان يكون عبدا مقربا محبوبا عند ربه جل وعلا ورجل دعته امراه ذكر الرجال هنا وفي مقابلها النساء والعكس ايضا صحيح وامراه دعاها رجل ذا منصب وجمال وكله صحيح فذكر هذا مثالا ونموذجا ذات منصب وجمال أي توفرت الدواعي والرغائب فقال إني أخاف الله قال هذا بقلبه مذكرا نفسه قال هذا بلسانه مذكرا نفسه ومذكرا الطرف الآخر مذكرا ما يدعوه إلى الشهوة مذكرا ما يدعوه إلى الحرام مذكرا ما يدعوه إلى معصية الله جل وعلا في كل حلقة لنا نموذج من نماذج من ظهرت فيهم هذه الصفات الكريمة وهي الصفات الموجبة للاستغلال بظل عرش الرحمن جل وعلا، لكن لنا في هذه الحلقه نموذج عظيم شريف كبير عال ضربه الله مثالا في قرانه الكريم في وحيه العظيم اذا اوحى الى نبيه الكريم نموذجنا نبي من انبياء الله، رسول من رسول الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم جميعا صلاه الله وسلامه ورحمته وبركاته يحكي عنه ربه وإلهه سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ أي حاولته وطالبته نفسه أن يعطيها ما تريد من نفسه وما تهوى من نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك دعته امراه ذات منصب هي امراه العزيز وجمال وهو مع ذلك كالخادم وكالعبد لهما في بيتهما يخدمهما يخدمها ويخدم زوجها وقالت هيت لك اي تعالى قد هيأت نفسي لك اي اني اريدك اني اهواك قال معاذ الله لا يمكن هذا، لا يصح هذا، إنه ربي، إنه ربي أي إن الله ربي سبحانه وتعالى أحق أن أخافه وأخشاه، أو كما قال بعض المفسرين إنه ربي أي إن زوجك سيدي أي الذي أنعم علي وأعطاني كيف أخونه وأغدره في أهل بيته؟ وقد كان يوسف ذا مراقبة لربه سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون كيف اظلم نفسي بمعصيه ربي؟ يا من دعتك الشهوات اليها يا من دعتك المعاصي اليها في جهاز او عبر اي وسيله كانت او في ارض الواقع فحثتك هذه الشهوات ان تقدم اليها قل انه ربي انه لا يفلح الظالمون انه لا يفلح من اظلم ومن ظلم نفسه ومن ظلم قلبه ومن ظلم آه حالته مع الله جل وعلا بأن يدخل هذه المعصيه الى حياته والى واقعه ولقد همت به وهم بها والامر معناه واسع عند علماء التفسير فمن ذلك انها همت اي ارادته ان يقع بها باي صوره وباي طريقه وارادت يوسف لنفسها وهم بها ان يتخلص منها باي حيله ولو ان يقتلها ولو ان يسفك دمها لولا ان راى برهان ربه ان يهرب منها ويدعها لشانها فخرج منها عليه سلام الله ورحمته وبركاته. يوسف الصديق اعرض عن كل ذلك وخرج عنها موليا ظهره وهي تسبقه وهي تدعوه اليها حتى امسكت بقميصه من خلفه فارادت ان تجره اليها فانقطع قميصه من خلفه من ورائه من جهه يده على خلاف بين المفسرين في موضع ذلك ولا يضر موضعه لكنها قدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب أي زوجها العزيز وجد يوسف وامرأته في الغرفة مغلقين على أنفسهم وفتحوا الباب فإذا به عند الباب فإذا بموقفها يتحول مباشرة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال يوسف هي راودتني عن نفسي هي التي حاولت هي التي نازعت قال هي راودتني عن نفسي وشهيد شاهد من اهلها طفل صغير انطقه الله سبحانه وتعالى ان كان قميصه قد من قبل الى اخر الايات الكريمه في بيان براءه يوسف يوسف رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون شعارنا نذكر به انفسنا عند مواجهه كل فتنه كل ما يغرنا كل اغواء لنا من قبل شهوات النفوس فلنتذكر مولانا سبحانه وتعالى ولنقل معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون جعلنا الله واياكم من المفلحين وعصمنا واياكم من افعال الظالمين انه سميع مجيب الحمد لله رب العالمين